فقرتنا الرياضية لدايما الحدث الأبرز بنتكلم عنه هو أولمبياد طوكيو 2020. شهد اليوم السادس من المنافسات على ميداليات النسخة 32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، تتويج روسيا بخمس ميداليات ما شاء الله. لكن الأنظار كلها بتترقب مواجهة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب منتخب البرازيل يوم السبت اللي جاي الساعة 12 ظهرا في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو بعد تأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلا المركز الثاني في مجموعته اللي ضمت إسبانيا صاحبة المركز الأول وأستراليا والأرجنتين. هنعرف تفاصيل أكتر عن مستجدات بطولة اليورو مع ضيفنا عبر زوم الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. أستاذ علي صباح الخير، إحنا دلوقتي في ماتش بتلعب لمصر، مصر والسويد لكرة اليد، يعني أكيد حضرتك بتتابع. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل المشاهدين. تمام، إحنا في ماتش دلوقتي لمصر والسويد كرة اليد في طوكيو 2020، توقعاتك؟ مباراة صعبة جدا، يمكن احنا بنلعب منتخب السويد، هو وصيف كأس العالم اللي فات اللي كان في مصر، منتخب هو كسبنا في كأس العالم اللي فات فرق هدف، كانت في مباراة شهدت جدل تحكيمي، لكن احنا قدرنا نكسب منتخب السويد في دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل 2016 ريو دي جانيرو، كسبناه فرق واحد في الثواني الأخيرة، كانت مباراة مثيرة، فدايما مباراتنا مع السويد هي مباراة قوية وحماسية تبقى مثيرة جدا، فأعتقد مباراة صعبة لكن لا بديل سوى الفوز عن المباراة وإن احنا نتأهل للدور ربع النهائي ونحتل الوصافة في المجموعة بتاعتنا عشان نواجه منتخب أقل في القوة في الدور ربع النهائي وننافس على ميدالية إن شاء الله. طيب استعدادات بقى المنتخب لمواجهة البرازيل، هل هيكون في تغييرات مثلا متوقعة على التشكيلة؟ ممكن نشوف طبعا أكيد تغييرات في التشكيلة لأن أنت هتواجه منتخب هو برازيل، طبعا منتخب هو بطل أولمبياد ريو دي جانيرو الذهبية، طبعا صاحب الذهبية ومنتخب طبعا كبير جدا في كرة القدم، معروف إن هو البرازيل. طبعا كابتن شوقي غريب قعد مع اللعيبة وبدأ يحفزهم وبدأ يقعد يعمل معاهم جلسات لكل لعيب عشان يحفزهم للمباراة الجاية وأهميتها، إن منتخب مصر لو إن شاء الله قدر يفوز ويتأهل للدور نصف النهائي هيقدر ينافس بشكل كبير على ميدالية هي الأولى في تاريخ مصر إن شاء الله. فأعتقد مباراة صعبة جدا لكن إن شاء الله رجالة مصر قدها، إن شاء الله منتخب مصر يبقى مشرف ويقدر يعمل نتيجة كويسة ويقدر يتأهل للدور نصف النهائي. طيب بالمناسبة وأنا حقيقي ببقى يعني أنا سعيدة جدا لأنه الحمد لله اليوم اللي بنتكلم فيه عن الرياضة وبنتابعها بيبقى وشنا حلو على المنتخب المصري. إحنا حتى الآن في كرة اليد 2-0، يعني مصر والسويد بتلعب، احنا الحمد لله حتى الان 2-0، بنتمنى يا رب الفوز لمنتخبنا في كرة اليد، بنتمنى كمان التوفيق لكل البعثة المصرية. تقييمك لأداء الفرق ايه والأبطال المصريين ايه؟ يمكن لحد دلوقتي طبعا ميداليتين برونزيتين للأبطال هدايا ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، معظم الألعاب طبعا حققنا فيها حاجات يعني مراكز متقدمه شويه، انجازات زي منتخب السلاح اللي حقق المركز الخامس في الاولمبياد، ده انجاز تاريخي لاول مره بيتحقق في مصر، برده منتخب سلاح الشيش سيدات حقق المركز الثامن في الاولمبياد، ده برده انجاز تاريخي. لو اتكلمنا عن الرمايه، يمكن الرمايه الابطال ودعوا طبعا من نصف النهائي، كان في منهم ممكن يتاهل للنهائي بس ما حصلش نصيب، لكن لو اتكلمنا بشكل عام عن النتائج فهو منتخب السلاح هو اللعبة الأبرز أو اللي حققت نتائج كبيرة جدا في الأولمبياد بعد التايكوندو طبعا اللي حقق ميداليتين، وإن شاء الله أعتقد إن في ميداليات كتيرة جاية لمصر في الأولمبياد لأن لسه في لعبة المصارعة ودي عندنا فيها أبطال زي عبد اللطيف منية ومحمد إبراهيم كيشو، ولعبة الكاراتيه اللي بتدرج لأول مرة أولمبيا عندنا فيها ثلاث أبطال فريال أشرف جانا فاروق علي الصاوي، قريبين جدا من تحقيق ميداليات لمصر، فأعتقد إن شاء الله مصر هتحقق ميداليات ثانية في طوكيو وان شاء الله في انجازات للبعثه المصريه. يا رب، يعني نتمنى طبعا التوفيق للبعثه المصريه وكل الفرق العربيه. طيب تقييمك بقى لاداء البعثه العربيه حتى الان، احنا عندنا تونس حققت ذهبيه وفضيه، الاردن حققت ميداليه فضيه، مصر ميداليتين برونزيتين، عندنا الكويت ميداليه برونزيه. حتى الان 6 ميداليات فعلا من العرب، 2 لمصر و2 لتونس، 1 للاردن و1 للكويت. والعدد مرشح طبعا للزياده لان لسه النهارده انطلقت العاب القوه وفي اكثر من لاعب عربي اتاهل للنهائي في كذا منافسه،
واعتقد لسه ان شاء الله في ميداليات عربيه كتير في الاولمبياد، لسه كمان في المصارعه الرومانيه والكاراتيه، وفي اكثر من لعبه لسه ما اتلعبتش في الخماسي الحديث. احنا لسه عندنا طوكيو لحد يوم 8/8 يعني، فمش عايزين حتى الناس تستعجل وتبدا يعني تطلق احكامها. بالظبط، يمكن كمان بعثه مصر كانت مأكده ان لازم نصبر على اللعيبه، لان احنا كمان الالعاب اللي احنا هننافس فيها هي في اخر الدوره مش في الاول. فاعتقد ان احنا جبنا ميداليتين في الاول في التايكوندو، لسه عندنا المصارعه والكاراتيه، دول ان شاء الله بنسبه 90% هنحقق فيهم ميداليات، وده الهدف من البعثه، وان شاء الله كمان نقدر نحقق في الخماسي الحديث، ومنتخب اليد يبقى قادر ان هو يحقق ميداليه، ومنتخب كره القدم هم ينافسوا على ميداليه تاريخيه. ومش عايزين كمان ننسى بقى جهود اللعيبه التانيين، سواء احمد الاحمر او حتى عمر عصر، الابطال اللي تالقوا في الحقيقه في طوكيو 2020. زي ما حضرتك قلت، فعلا عمر عصر حقق انجاز تاريخي، خامس منافس الفردي في تنس الطاوله لاول مره في تاريخ مصر والعرب وافريقيا، انجاز مجرف لعمر عصر، هو بطل تاريخ في تنس الطاوله، حقق انجاز غير مسبوق، هو بطل يستحق التكريم، لان يعني اللي عمله في تنس الطاوله ده حاجه اعجازيه، انجاز تاريخي لاول مره يعني. طبعا هي الدول الاسيويه هي المسيطره على لعبه تنس الطاوله في الاولمبياد وفي كاس العالم، فان يكون في لاعب مصري او عربي او افريقي بيوصل اللي وصل له عمر عصر، وانه يحقق المركز الخامس ويكسب بطل العالم بطل الاولمبياد في المنافسات، فاعتقد ده انجاز تاريخي، هو بطل كبير يستحق التكريم. صحيح. عندنا احمد الاحمر برضه. طبعا احمد الاحمر قائد منتخب مصر وبيشارك للمره الرابعه في الاولمبياد، لاعب تاريخي ويعني علامه بارزه في كره اليد المصريه، واعتقد ان هو ان شاء الله هو قائد منتخب ومعاه ابطال منتخب مصر بقياده المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا فاروندو، ان شاء الله يكسبوا السويد النهارده نتاهل ربع نهائي وننافس على ميداليه تاريخيه. طيب لو رجعنا بقى لماتش مصر والبرازيل، احنا شفنا اللعيبه تالقت، الشناوي كمان الانظار بتتوجه عليه بشكل اكبر، ايه المطلوب منه في المباراه اللي جايه؟ المطلوب من اللعيبه كلها التركيز، اظهار الصوره المشرفه للكره المصريه، ما نخافش، لان احنا لو خفنا مش هنكسب، لازم نلعب بروح، نقاتل على كل كوره، نلعب بخطه متوازنه، ما نتسرعش، ما نستعجلش التاهل، لان بتلاعب منتخب كبير زي منتخب البرازيل، طبعا كره القدم هي من البرازيل، فكمان هو بطل اولمبياد ريو دي جانيرو، منتخب طبعا قوي جدا، وحظنا وحش ان احنا وقعنا معاه دلوقتي، كان نفسي نقابل منتخب اضعف شويه في الدور ده ونتاهل نصف النهائي وننافس على ميداليه، لكن ان شاء الله منتخب مصر بتاعت المدير الفني شبه غريب قدها، ان شاء الله منتخب يقدر يحقق نتيجه كويسه ويتاهل للدور نصف النهائي. شكرا ليك الاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي، شكرا ليك.